السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتوني جدا. قاعد كده مع نفسي بقلب في التليفون وبقلب في الفيديوهات بتوعت بالبرامج الرياضية عموما، فصادف معايا ان انا جه معايا برنامج عمرو اديب الحكاية، فطلع يتكلم على مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي انتهى بفوز الاهلي بنتيجة 1-0 على سيراميكا كليوباترا. الغريبه في الموضوع وهو في البرنامج بيتكلم على مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا ان انا حسيت ان هو اهلاوي، ان هو كان بيتكلم بروح كل ما هو اهلاوي. انت متخيل معايا ان انت تشوف اعلامي زملكاوي وكلنا عارفين ان هو زملكاوي وان هو دايما منتمي لنادي الزمالك يطلع يتكلم على النادي الاهلي، ويطلع كمان يتكلم على اساس ان هو واحد من جمهور النادي الاهلي؟ دي صعب. فطبعا قبل ما اتكلم في الفيديو ولا قبل ما ابتدي الفيديو، ما تنساش انك انت تجهز المشروب وتريح ظهرك كده شويه عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. ومن ناحيه تانية ما تنساش قبل ما ابتدي الفيديو تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك بقى تركز معايا في الكلام اللي هو قاله عشان انت ذات نفسك هتشك ان هو اهلاوي في الكلام اللي هو، على فكره انا كاتب الكلام ده في كشكول، فانا عايزك بقى تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. تمام؟ تمام. يلا نبتدي؟ يلا. طلع بيقول ايه؟ النهارده الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا باقل مجهود، بس والله اللي مزعلني من مارسيل كولر ان هو لعب بالتشكيله الاساسيه النهارده، لان لعيبه سيراميكا كليوباترا كانت ليها تدخلات عنيفه على لعيبه الاهلي، وكلنا عارفين ان المباراه اللي جايه للنادي الاهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والمفروض كولر النهارده لعب بالتشكيله الاحتياطيه زي الماتش اللي فات امام طلائع الجيش. انا مش عارف دماغ الراجل ده فيها ايه، والاهلي وصل للنقطة ال 62 ويكفي للاهلي يفوز في الخمس ماتشات اللي جاية ويبقى كده حسم الدوري خلاص رسمي، علشان هيوصل للنقطة 77. وانا من هنا بناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ان هم يسمحوا بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة. عاوزين الاستاد يكون فيها 80,000 متفرج، عاوزين الاستاد يتهز يوم ماتش الوداد. الماتش ده يا جماعة مش عادي، احنا هنروح هناك في مباراة الاياب في استاد مركب محمد الخامس، هنشوف الاستاد مليان على اخره. وان جماهير الوداد مش احسن مننا، احنا عاوزين الجمهور يهز الملعب ونسمع بقى جمهور التالتة شمال بيهز جبال. احنا عاوزين الاهلي يكسب بنتيجة 3-0 على الاقل في المباراة دي، علشان لعيبة الاهلي تروح في المغرب مستريحين زي ما حصل امام الرجاء المغربي. انا عارف ان كل الزملكاويه النهارده هيهاجموني، ومرتضى منصور وعياله كلهم بيحقدوا على النادي الاهلي وعاوزين الاهلي يخسر قدام الوداد، وشفنا اعلام الفتنه كلهم مستضيفين المحللين بتوع المغرب وطالعين يقطعوا في النادي الاهلي. انا نفسي اعرف قنوات المغرب مستضيفين محللين مصريين بيهاجموا الوداد؟ لا ده ما بيحصلش الا عندنا احنا بس. بس انا ان شاء الله متفائل للاهلي خير، وزي ما قلت لكم من زمان من بعد ما الاهلي كسب الهلال السوداني في اخر مباراه من دور المجموعات ان الاهلي هياخد البطوله دي، وبالفعل الاهلي وصل للنهائي وانا لسه عند وعدي، وافتكروا كلامي يا اهلاويه. تخيل انت بقى ان كميه الكلام ده يطلع من اعلامي زملكاوي، كلنا عارفين ان عمرو اديب انتمائه كله زملكاوي، لدرجه ان انا شكيت في مره من المرات ان هو دمه بقى ابيض، او دمه تحس ان هو بيجري فيه كرات دم بيضه بس مفيش كرات دم حمراء. تخيل انت بقى كاهلاوي وانت بتسمع التصريحات اللي هو طالع يقولها دي، انت ذات نفسك هتتخيل ان هو ما كانش بيشجع الزمالك اصلا، لا ده هو انتمائه كله جاي للاهلي. انت متخيل؟ انت متخيل الكلام اللي هو طلع قاله ازاي والمين؟ يعني انا ذات نفسي بصراحه احترمته جدا في التصريحات اللي هو طلع يقولها دي. وفعلا انا طول عمري بحترم الاعلام عمرو اديب، ليه؟ عشان دايما بيقول الصراحه ودايما بيقول الكلام اللي هو في الصميم والخلاصه كلها، وان هو ما بيحبش يجامل ولا بيحب ان هو يجامل ولا ينفخ لعيبه الزمالك ولا بيجامل الاهلي، لا هو بيتكلم في صميم الموضوع، يعني بالمعنى الاصح الفريق اللي هيكمل في البطوله احنا كلنا لازم نشجعه، ده طريقه تفكيره. بس ان هو يطلع يتكلم في الكلام ده وان هو نفسه ان الاهلي ياخد البطوله، صعب صعب ان انا اشوفها في اي واحد زملكاوي عموما. بس نرجع ونقول هو ده الروح الرياضيه اللي احنا المفروض نشوفها، سواء كان من الاهلاويه لو الزمالك وصل نهائي، ومن ناحيه تانية لازم نشوف الكلام ده في جمهور الزمالك لما الاهلي يوصل نهائي. بس طبعا الكلام ده ما بيحصلش غير للناس اللي هي بتفهم كوره او الناس اللي هي محترمه بس. طبعا
القله اللي احنا عارفينهم طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم معاهم لانك هم اساسا مخهم صدق خلاص، فمش هينفع انك انت هتقول لهم كلام هم هيفهموه. مهما هتتكلم ومهما هتقول هو خلاص عقله ممسوح، عقله خلاص في الكراهيه بتاعت النادي الاهلي، وعمره ما هيفهم حاجه تانيه غير ان هو بيكره النادي الاهلي بس. بس مش هتعرف انك انت، بس اللي انا هرجع واقوله برضو عشان برضو لو في ناس بتسمعني من القله دي، مفيش نادي بيفرح جمهوره غير النادي الاهلي، مفيش نادي بيحسس جمهوره ان هو فعلا زعلان من بطوله راحت او من خساره حصلت او من تعادل حصل غير النادي الاهلي، ما شفتهاش في اي نادي تاني بصراحه. ودلوقتي عزيزي المشاهد وصلنا لنهايه الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصريه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.